الشخصية الأبل الشخصية القانونية. أي والله كان عاش في دولة الكويت الحبيبة. أستاذ المستشار وليد نصر. المستشار في مكتب المحامي مبارك مطوع. ما شاء الله. أكثر من 41 سنة. شخصكم الكريم. أنا مبارك مطوع المحامي. هو. أخو الكبير. أخو النعم. إيه وعم الشباب هذا. لا والنعم فيهم أي والله. حازم. ما شاء الله. من وين من جمهورية مصر العربية؟ جمهورية مصر. من أي مدينة؟ عاش معانا عمر. وأدى واجبة والله سبحانه وتعالى حضنا في الكويت حي آمين. ومين هذه الله من أي مدينة في جمهورية مصر العربية وجئب القاهرة والنعم المنيا تحديدا ما شاء الله والله أنا عجبني وفاءكم اليوم أنتوا الأستاذ أياد وعمادي هذا أخونا يقول أخونا وعشنا مع بعض وحتى جدتها وأهلها أيضا عاشوا بالكويت سر الكويت كان حضنهم عند رب العالمين القادم الله بالقرآن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم أبدا الحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من مر إن شاء الله ما بقي من العمر هم ما شاء الله القانون أنت قانوني تؤسس في مصر ولا فرنسا سيدي سؤال قانوني طبعا ماخذين من بعض كلهم أنا كان يدنا السيد هاشم سيد أحمد رفعي من الأوائل محامي وأنا تعاصرت معاه والوالد الله يرحمه وجميع انت الحين خلفت الوالد سيد رفعي بجمعيه الصداقه الكويتيه الباكستانيه نعم ما شاء الله رئيس الفخر أيوة من زمان وكان يحضر معنا الله يرحمه امين الله يجزاك خير فاتح على روحهم جميعا اي أيوة والله يرحم موتانا شافي مرضانا ويبارك في ذريته امين امين 40 سنه نعم. مرت كالحلم ها الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولكن لقانا إن شاء الله عند رب الكريم أي والله الله يرحمه أمن البركة فيكم سيدي والله كل أنا على فكرة ألقى في التزكيات التبرعات للوالد وغيره ألقى اسمكم المحامي سعدون مبارك سعدون أي والله أنتم يعني أياديك بيضاء الله يجزاك تشهدوا لك يا مصر شكرا سيدي جزاكم الله مع السلامة